مرحبا مشاهدينا الأكارم. القتل، التشويه، التهديد، الاعتداء، السرقة، التعاطي، الترويج، كل تلك المفردات تمثل وصفا لبعض ما يرتكب من جرائم خلال الفترة الأخيرة رغم وجود جهود أمنية مقدرة لملاحقة المعتدين وفقرات قانونية مشددة ضد المجرمين. أرقام خطيرة نسمعها بين الحين والآخر تدق جرس خطر الجريمة التي تؤشر ظاهرة لابد من الالتفات لها ومواجهتها قبل أن تتفاقم أكثر، لأن الشر لا يلقي سلاحه حتى آخر أنفاسه، فهو لا يعرف الصلح ولا يعرف المهادنة أبدا. الجريمة لا يمكن أن تواجه بالقانون وحده، بل بالقدرة على إنقاذ القانون والقدرة على تطبيق القانون على الجميع أيا كانت مسمياتهم. القانون وحده هو الحل للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، لأن الإنسان الذي توجد في قلبه نقطة شر صغيرة قد يتحول إلى قاتل متى أتيحت له الفرصة لارتكاب جريمته. القانون اللي يجب أن يكون قادر على التعامل مع الكل وفقا لمسطرة واحدة، لا شبكة واهنة تصطاد الأجسام الصغيرة وتمزق الكبيرة. جديد اهلا بكم مع مشاهدينا الاكارم. نرحب واياكم بضيوفي لهذه الحلقه، السيد خالد المحنى المتحدث باسم وزاره الداخليه العراقيه. سيد المحنى مرحبا بك، وايضا معي السيد منير حداد محامي ومستشار قانوني. سيد حداد مرحبا بك. اهلا بكم، حياك الله. سيد منير، خلينا نبدا من الحدث الابرز على اعتبار اليوم صار حدث مهم. اتحدث مع شخص قانوني قبل ان ندخل بمحاور موضوع حلقتنا، موضوع تاجيل البت في الطعون المقدمه من قبل إطار التنسيق الشيعي لدى المحكمة الاتحادية. هذا الموضوع قانوني يؤجل من فترة إلى أخرى، شنو الأسباب اللي تدفع مؤسسة أو جهة قانونية أن لا تبت في مثل هكذا دعوة أو هكذا طعون ولا تحسم الموضوع حتى اللحظة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية إلى جنابك الكريم، حياك الله، ولا السيد اللواء المحترم، تحية إلى شعبنا العراقي. حقيقة المحكمة الاتحادية في وضع لا يحسد عليه، يعني تأخر في تأخير الطعون لأنه محرجة حقيقة، وفي كل جلسة قاعد يقدمون أدلة ووثائق جديدة على يعني وجود خروقات أو من عدمها حسب قناعة المحكمة. أنا ما أعرف شو يقدمون يعني حقيقة. أنا أعتقد إنه هي المحكمة، طبعا قانونا المحكمة يجوز إنه كل في كل جلسة تقدم وثائق وتقدم مستندات تأجل المحكمة، لأنه لها دور مؤثر في قرار ونتائج قرارات المحكمة. لكن أنا شخصيا أعتقد بأنه المحكمة الاتحادية في وضع لا يحسد عليه. إلى متى زين؟ إلى متى وبعدين؟ احنا شوف، احنا مشكلتنا الحكومة العراقية بعد سقوط النظام السابق والديمقراطية العرجاء اللي جت بعد 2003 صارت كلها حكومات توافقية. المصيبة انه يعني الاطراف ما قاعد يقبلون يصيرون في يتوافقون مثل ما في الحكومات السابقة. يعني خلينا نحكي واقع، كل مجموعة يعني متحضرة الى مجموعة اخرى، يعني يعني ما كنا ما تمارس دور المنتقم، خاصة بين قوسين الأحزاب الشيعية دعك من السنة والأكراد. السنة والأكراد قعدوهم باسطنبول، والأكراد مسعود البرزاني رجل حكيم ودائما يعني يسيطر على الوضع الكردي، طبعا يحل الأمور باعتباره شخصية قديمة. المشكلة الأحزاب الشيعية، المشكلة فيما بينها يعني اكثرها الصراعات اللي بيناتها صراع عباره عن شخصنه، يعني شخص يكره شخص او شخص ما يحبه وكذا، او عنده مواقف سابقه من عنده، وبالتالي يعني الشعب العراقي بالنتيجه هو الضحيه. تنجح المحكمه الاتحاديه بالتصويت والمصادقه عفوا على نتائج الانتخابات، راح تصادق ويمضي الموضوع وبعدها نقدر نشكل حكومه اغلبيه؟ جوز احنا تاخرنا على سياده اللواء، انا انطيك وقتك ان شاء الله. والله انا قلت لك هم في وضع قلبك حكايه، ها بقلبك حكايه سيد، يعني المشكله المصيبه انه اذا صارت حكومه اغلبيه
راح تصير يعني ما لا يحمد عقباه حقيقه. شنو اللي يصير؟ ما لا يحمد عقباه. اي انا ادري ببالك يعني حكي شنو ببالي حكي انه كل شخص يعني حيقلب الطاوله على الجهه الاخرى. أيه؟ اللي يشكل الحكومه سوف يقلب الطاوله. يعني شنو اللي يسوي سيد مقتدى يعني باختصار؟ سيد مقتدى او الجهه او اي جهه اذا صارت حكومه اغلبيه طبعا يعني اكيد راح يسوي محاكمات وربما حتى تحدث يعني محكمه توازي محكمه صدام حسين. أها طبعاً محاكم فساد ومحاكم جرائم راح تصير عملية انتقامية. أنا أعتقد هذا رأيي الشخصي. هذا إذا شكلت حكومة أغلبية من قبل السيد مقتدى الصدر. مقتدى الصدر أو أي شيء يعني ما لدي بأسماء رجل. ها ما بينحيلهم. زين. لأن طبيعي إحنا نحكي. إيه فأكيد راح تشكل محاكم فساد ومحاكم جرائم وكذا وراح تصير مشكلة كبيرة في العراق يعني عمل تصير عملية ما لا يحمد عقباه حقا. طيب نرجع. إنما تغير النظام من جديد. أنا هذا رأيي ولهذا هم يبحثون عن التوافق سواء في العراق أو في الدول الجوار اللي طبعا والولايات المتحدة اللي تتدخل طبعا في تشكيل كل حكومة. طيب أرحب بك سيادة اللواء. مرحبا بك. نرجع لموضوعنا. خلي أيضا نتحدث من موضوع مهم حدث اليوم ونزف المباركة لإخوتنا المنتسبين في وزارة الداخلية، تحويلهم من الملاك العسكري إلى الملاك المدني مع إضافة الخدمة. أيضا الخدمة محسوبة لا تلغى الخدمة. لك الكلمة تفضل اطلعنا على هذه التفاصيل. ابتداء تحياتي لحضرتك ولضيفك الكريم. حياك الله. وإلى جمهورنا العزيز. نعم هو الحقيقة كانت هذه حلم يراود المنتسبين اللي حصلوا على شهادة جامعية بأن يتم تحويل ملاكهم إلى الدرجة المدنية. وفعلا يعني هذا الموضوع سعت بوزارة الداخلية بعد أن يعني ضمن في الموازنة هذا العام، وكان هنالك عمل إداري كبير على اعتبار أنه هذا الموضوع يتطلب يعني التأكد من الشهادات، التأكد من الخدمة، القضايا الأرشيفية وهكذا. بعد اكتمال كل هذه الجوانب يعني هذا اليوم صدرت الوجبة الأولى. وإن شاء الله تصدر جميع الأسماء الموجودة تباعا. التقديم طبعا كان بشكل شفاف وعن طريق نافذة إلكترونية. كل الأشخاص المشمولين قدموا بشكل مباشر. ويعني يعني اليوم صدرت الوجبة الأولى مثل ما ذكرت لك مع الـ يعني احتساب الخدمة واحتساب الشهادات وغيرها من هذه المميزات. هسه أنا أفهم من المتحدث باسم وزارة الداخلية أنه هذا الموضوع صحيح، لأن يعني أكو تشكيك يجوز نقرأ بمواقع التواصل الاجتماعي، لأن تعرف سيادة اللواء إحنا سمعنا هواي صح هيج حديث كل سنة يطفو للسطح أنه راح يتحولون إلى الملاك المدني وبعدين يذوب الموضوع. هاي المرة صحيح هذا الموضوع؟ لا صدر أمر. هو الموضوع ما يتعلق فقط في وزارة الداخلية. وزارة الداخلية نفذت ما هو مطلوب منها وما هو عليها. الموضوع يتعلق بوزارة المالية. يعني اليوم الأمر اللي صدر من وزارة المالية بالوجبة الأولى اللي شملت بعض المديريات، مديرية الدفاع المدني، مديرية الاستخبارات، يعني عدة مديريات شملت بهذا، وباقي المديريات تباعا راح تشمل بالوجبات الأخرى. جيد جيد. نرجع لموضوعنا. استمرار سيادة اللواء، معدلات الجريمة مرتفعة، الأرقام مهولة ومخيفة، شنو اللي جاي يصير؟ يعني هو الحقيقة لا شك أن هنالك معدلات في ازدياد نسب الجريمة، وهذا لها أسبابها طبعا. واحدة من الأسباب تتعلق بالعامل الاقتصادي. يعني نشوف احنا العامل الاقتصادي كل ما يكون هنالك بطالة، كل ما يكون هنالك يعني عدم سوق العمل، تخلخل في سوق العمل، نشوف يعني نسبة الجرائم ذات الصيغة، السرقة، الاحتيال، كذا، يكون بها نسبة زيادة. إضافة إلى قضية ثانية أنه الجرائم العنفية هناك ازدياد في معدلات العنف بشكل عام. وهذا أيضا إلى أسبابه. واحدة من الأسباب عسكرة المجتمع، الدخول في هذه الحروب، انتشار السلاح،
يعني كل هذه الأمور يعني خلقت من البعض يعني كانت هنالك ارتفاع في معدلات العنف، الأمر اللي تسبب بهذا الموضوع. أنا أريد أذكر إحصائية يعني بشكل عام، إذا نقارن إحصائية الجرائم المسجلة في عام 2020 عما موجود في عام 2021، ارتفاع أو انخفاض؟ لا، هنالك جرائم شهدت ارتفاع وهنالك جرائم شهدت انخفاض. بشكل عام يعني هي الجرائم كثيرة، الجرائم لها صبغة عنفية كالقتل، التسليب اللي مقترنة بشدة وعنف كان فيها قلة. الجرائم اللي كالسرقات ويعني الاحتيال كانت فيها يعني معدلات مرتفعة. جرائم الخطف يعني المسجل في عام 20 158 حالة، سنة 21 125 حالة، أي انخفاض بنسبة 21%. وهذا ايضا له اسبابه، من ضمن الاسباب انه اصبحت ل يعني قوات الشرطه خبره في عمليه تتبع الضحايا، وهذا الموضوع وبالتالي يعني تسبب في انخفاض هذه النسبه. لما كل عصابه تمسك وكل شخص يقوم بهذه الجريمه يمسك، بالتاكيد راح يكون هنالك ضمانه بعدم تكرار مثل هكذا جرائم او انخفاض معدلاتها. الجرائم الاحتيال احنا قلنا ارتفعت، وهذا يعني جزء منه يتعلق بالعامل الاقتصادي. احنا اليوم أجهزة الشرطة إذا تمكنت من المحافظة على نفس النسبة، نقول إنه نجحت أجهزة الشرطة في خفض معدلات الجريمة. ليش؟ لأنه السبب شنو اللي يخليها تتمكن من المحافظة؟ نعم، السبب إنه النسبة السكانية في ازدياد، والأمر المنطقي أنه هنالك زيادة في كافة المستويات حتى في نسب الجرائم. إذا ما تمكنت من تثبيت هذا الرقم تكون نجحت في خفض الجريمة. الأمر الآخر يعني ماكو بوادر في يعني سوق العمل، في الوضع الاقتصادي، لذلك باقي الوضع هو نفسه، يعني العاطل هو باقي عاطل، وماكو مثلا فد شيء يمنحنا انه امل او كذا في تقليل هذه النسب، لان قسم منها يتعلق بالمجتمع وقسم الاخر يتعلق بجهاز الشرطة. بس دائما نربط الموضوع بالعامل الاقتصادي، يعني اكو الكثير من الدول، هسه احنا ما نعتبر من الدول الفقيره اذا تسمح لي، اكو دول فقيره ما لها الرقم العالي والازدياد والارتفاع في معدلات الانتحار مثلا والجريمه والجريمه المنظمه والعنف الاسري، ما شهدنا عندهم. نعم، هو اذا تقارن النسبه بما موجود بدول الجوار، ما نريد نروح على الدول البعيده باعتبارها يعني اكو ظروف مشابهه، نشوف العراق معدله يعني ليس بالمعدل المرتفع. على سبيل المثال حالات الانتحار فيما موجود في السعوديه، في ايران، في كثير من الدول اعلى بكثير من النسبه اللي موجودة عندنا، وراح أجيها أيضا بالأرقام. طيب. نعم. طيب أنا أتوجه لسيد منير حداد مرة ثانية، أرجع لك. نلاحظ زيادة في جرائم القتل، المشكلة عندنا قوانين، مشكلة بالقانون، لو المشكلة بتطبيق القانون والردع، شنو برأيك؟ هو أول شيء هو طبعا هو السلاح المنفلت، يعني بيش يقتلون بالسلاح، يعني مع كل أسف يعني أكو سلاح منفلت كل مكان، كل بيت، كل عائلة 20 رشاشة و 20 مسدس، وكأنها يعني قاعدة عسكرية. بعدين أكو شغلات مثلا العشائريات، مثلا النظام العشائري نظام ممتاز وجميل وحلو، شيخ عشيرة ويحل مشاكل وكذا، أما العشيرة تصير مشاجرة وعركة ويروحون يضربون بالهاونات على البيت المقابل، فإيش بقى من القانون؟ إيش بقت من الدولة؟ وإيش بقى من القضاء؟ بعدين قوة الدولة، يعني حقيقة هي هاي الحكومتين الأخيرتين يعني تشهد معدل نوع معدل ضعف بالنسبة لبقية الحكومات اللي سبقتها، أكو شيء من الضعف. يعني إحنا قاعدين بالمنطقة الخضراء والمنطقة الخضراء مسدودة وما ذي يطبون، يعني موضوع يعني موضوع شائك حقيقة. أسباب عديدة للقتل، هو طبعا السبب الأول طبعا الرئيسي طبعا أكيد السلاح، وبعدين اكو شغله اسباب عديده من ضمن الاسباب زياده المخدرات. المخدرات تؤدي الانسان الى اللاوعي. النسبه اللي قدمها السيد وزير الداخليه اذا كانت انا غلطان او لا سمعتها بالاعلام 50%، اي يعني يشرب، ترى يشرب
اللي يشرب الكريستال يعني يصير انسان مو طبيعي. بعدين ليش احنا بس نعاقب اللي يتعاطى او يتاجر بالمخدرات؟ يعني ليش ما نبحث بالاسباب؟ ليش ما نعالجهم مثل ما دول العالم؟ يعني مو ما اجيبها محكمه واذبها بالسجن وحكمه 20 سنه. شنو الاسباب؟ وش سوينا؟ شنو الاسباب؟ اسباب البطاله والفقر والحاله الاقتصاديه والتفاوق الطبقي، تفاوت طبقي موجود كبير، اكو ناس فئه من المجتمع عندها المال بجنون بكثره في كل العراق، واكو ناس ما حصلت عليها الخبزه. هذا التفاوق الطبقي، هذا وسيطرة الأحزاب حقيقة، يعني ما التعيينات كل شيء هو بيد الأحزاب والقوى السياسية المتنفذة بالبلد. المجتمع يعني المجتمع ده يتحول إلى المخدرات، يتحول إلى شنو اللي يخلينا نربط بين حزب ملتهي ومشغول بانتخابات ونتائج انتخابات نربطه بكريستال ومخدرات؟ شنو العلاقة؟ لا 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 افهمني، لا لا هم مسيطرين على المال، مسيطرين على التعيينات، يعني ما حد يتعين اذا مو عنده حزب 99، هاي موضوع معروف يعني. ما حد يدخل دائره، ما حد يقدر يتعين اذا ما عنده واسطه من حزب او جهه سياسيه متنفذه تدعمه، هاي حقيقه واقعيه موجوده. وبالتالي بالنتيجه الانسان يصير ضعيف، الشاب يصير ضعيف امام المخدرات، بعد ما عنده شيء يعني يخسره فيفوت بطريق المخدرات وكذا. لازم تتعالج، لازم يعني مو بس تجيبه محكمه وحكمه 10 و20، انت عذبيته 10 سنوات التحطم، دمرته ودمرت المجتمع، ما فته يعني. يعني كان صدام حسين مثلا النظام السابق كذا يحكم بعقوبه الاعدام المباشره في هذه القضايا، لكن انا ما اريد ادافع عن النظام لان انا رجل حاكمته يعني حقيقه، ولا هو كان سبب في دافع عن القانون. نعم اي سبب في مآسي الشعب العراقي، وكل ما يحدث هو سبب صدام طيب. حسين حقيقه حروب الجنونيه والمشاكل اللي نعم. سواها موضوع اليوم. نعم اي موضوع اليوم يعني الناس كلها كانت متساويه في زمن صدام حسين، الناس كلها متساويه، المجتمع كله تقريبا متساوي، بعد فعل الطبقه الحاكم اللي هم كم واحد، بعدين بالفقر كنا كلتنا فقر، لما صارت الحصار كلتنا كنا فقر، كلتنا شو نسوي؟ اللي عنده واحد مره يدز له كم دينار، يدز كم ورقه يعيش من عنده. لكن هسه اكو تفاوض طبقي، اكو طبقه مش بالمجتمع من 36 37 مليون، نص مليون ما يتعدون او ما اعرف ايش قد الرقم بالضبط يعرف السيد اللواء. يعني متنفذة، يعني تركب روز رايزات ويروحون المالديف، يروحون كذا، وعندهم جزر في أوروبا، أنا عايش بأوروبا أشوفهم يعني يصرفون صرف مو طبيعي، ولدهم شبابهم كله شباب منحل، يعني هاي المشكلة. فالإنسان الفقير المعدوم شو يسوي؟ يقتل ويشرب مخدرات وكل شيء يسوي. خلي أرجع لسيادة اللواء على ذكر المخدرات وربط الحديث أنه واحد من أسباب الجريمة هي المخدرات. سيادة اللواء أنا ما أشكك بعملكم، العمل الأمني وملاحقة تجار المخدرات، ويمكن أنا حسب علمي البارحة أنتم ألقيتوا القبض على شبكة كبيرة من متداولي أو المتاجرين بالمخدرات في العاصمة بغداد، بس ما جاي حل الموضوع، ما جاي حل، ما جاي ينتهي. نعم أنتوا تتحركون، إيه أكو جهود مبذولة واضحة، بس الساحة اللي بيها المخدرات في توسع. نعم. عدد المتعاطين والمتاجرين في ازدياد، شنو السبب؟ نعم هو الحقيقة يعني هذا الازدياد وهذا الارتفاع اللي شكل خطر كبير وجسيم يهدد المجتمع العراقي زي. لذلك السيد وزير الداخلية أطلق حملة يعني شاركت بها كل صنوف وتشكيلات وزارة الداخلية طيب. وكانت هنالك جملة من القرارات أثمرت عن إلقاء القبض على أرقام كبيرة جدا بتجار المخدرات والمروجين والمدمنين وغيرها. الأمر الآخر اللي تعمل عليه وزارة الداخلية واللي هو ما يتعلق فقط في وزارة الداخلية، جانب تحصين المجتمع، احنا اذا قدرنا من خلال تكاتف وتضافر كل الجهود حتى نبين مخاطر المخدرات. اليوم لو كل شاب وكل مواطن يعرف شنو مضار المخدرات ويشوف مصير الاشخاص اللي يعني ياخذون المخدرات شنو، اكيد راح يبتعد عن هذا الموضوع، وبالتالي اذا امتنع، اذا قدرت العائله تحصن ابنائها، واذا قدرنا نحصن المجتمع حتى لو تكون موجوده المخدرات كما في دول كثيره تتواجد فيها المخدرات، لكن الناس ما مقتنعين بقضيه
المخدرات، لكن هذا الجانب تعمل عليه الآن وزارة الداخلية من خلال مديرية الشرطة المجتمعية، من خلال مديرية شؤون العشائر، تقوم بعملات كبيرة جدا. إحصائية وزارة الداخلية تقول عندنا 11,000 متاجر بالمخدرات، هذا رقم بين تاجر ومروج ومدمن. 11,000، نعم. رقم مخيف هذا. هذا الرقم مخيف لسببين. أولا موضوع اتساع ونطاق قضية المخدرات. السبب الثاني الحملة اللي أطلقتها وزارة الداخلية كان لها أثر، يعني ما خلت مكان حتى بالمناطق المستنقعات، نفذت عمليات وقتلت تجار مخدرات وضبطت كميات، ما خلت مكان بالصحراء ما راحت نفذت بعملية إنزال جوي، ما خلت مكان في شو اسمه أي معلومة توصل تنفذها بشكل مباشر. ولهذا السبب نشوف احنا الرقم تصاعد عندنا هاي السنة. طيب سيادة اللواء، ما تحدثنا عن سؤالي، ما أجاني جواب من حضرتك المحترم فيما يخص الأسباب اللي جاي تخلي هذه المخدرات تنتشر أكثر فأكثر برغم من وجود تحرك من قبلكم ملاحقة وإلى آخره. شنو الأسباب اللي تخلي هذا الكريستال وما شابه من هذه الأمور المخدرة تزداد وتجارها مزدادين في البلد؟ نعم، خلينا نجي للتاجر أول مرة اللي هو يجيب البضاعة. التاجر يعني كل شخص يعني يفقد إنسانيته ويحاول يتاجر بمادة دون أن يعني يخطر في باله مصلحة المجتمع، الأفراد، غيرها، وهي يعني نوع من التجارة الغير مشروعة. مادة في دولة معينة رخيصة الثمن وحجمها قليل تباع هنا في يعني مبلغ كبير جدا. هذا هو السبب الرئيسي اللي يخلي تجار المخدرات يحاولون تعبر بطرق كثيرة. من ضمن الطرق أنه اليوم طبعا هاي في كل دول العالم تجار المخدرات يستخدمون طرق لا تخطر على البال في كل دول العالم، وهي مشكلة عالمية بالمناسبة. المخدرات الآن أصبح حتى التقنيات والطائرات المسيرة تعمل في هذا الجانب. نعم، الله، طائرة المسيرة بإمكانها أن تحمل 7 كيلوغرام. يعني استخدام الطائرة المسيرة في تهريب المخدرات وإدخالها البلد. نعم نعم، أحد الطرق هي هاي بالعراق. بالعراق نعم. لذلك احنا يعني نشتغل على مبدأ المعلومات حينما تصل معلومات، وتقوم الشرطة بمداهمة هذا الـ يعني الموضوع التاجر. الأمر الآخر اللي يعني أنا ذكرته قبل قليل أنه أرجع إلى سؤال حضرتك بالنسبة ليش تنتشر في المجتمع، ليش الشاب الآن يعني أكو فد نسبة معينة لتقبل هذا الموضوع. مثل ما تفضل السيد القاضي أنه هنالك البعض يشعر بالإحباط ويعتقد أنه من خلال هذه المادة يهرب من مشاكله من خلال المخدرات. وطبعا أغلب هؤلاء حينما تلتقي به في السجن يقول لك أنه أنا ما مقرر مسبقا أن أكون مدمن مخدرات، لكن هو طريق استمر للنهاية، في النهاية أصبح مدمن لهذه المادة. بالبداية على سبيل التجربة يعني شخص يجرب هذه المادة، بعد مرة ثانية وثالثة ما يشوف نفسه إلا يعني اتعود على هذه المادة. للأسف يعني اليوم المخدرات خطرها يتعدى حدود الأفراد إلى المجتمع، يعني اليوم مو الفرد اللي هو مدمن يشكل خطر على نفسه وعلى عائلته طبعا، لكن الخطر هذا للمجتمع. ليش؟ لأنه المتعاطين كثير منهم ارتكبوا جرائم تحت تأثير المخدر. هاي من جهة. جهة ثانية المتعاطي حينما يتعود على قضية المخدرات هذه بفلوس يعني بمبالغ، يستلزم أنه يحصل على هذه المبالغ بأي طريقة كانت، فيضطر يرتكب الجريمة، السرقة، غيرها من هذه الأمور، إضافة إلى كم كبير من الجرائم اللي ما أعتقد الوقت يسعفنا حتى نذكرها بالتفاصيل. نرجع لك. أتوجه لك سيد حداد، كنت تتحدث عن السجن وعشر سنوات وهذا السجن ما يفيد، هذه يعني المدة شوف شو يسموه حكم قانوني 10 سنوات يسجن وإلى آخره من حديثك القانوني. سيدي العزيز، تتصور أنه بعض الفقرات يجب أن تعدل خصوصا عفوا تلك المتعلقة بالجرائم لو ما لها علاقة؟ لا أنا مو قصدي، شوف أنا قصدي العقوبة هي مو بس يعني ردع، العقوبة يعني يجب أن ينظر إلى الأسباب.
انت لما تريد تحاكم شخص وتحكم على اكثر، ترى على فكره ترى طلاب الاكثر اللي مدمنين المخدرات كثير من طلاب الجامعات الراقيه، اولاد العوائل الراقيه ايضا. لما انت تريد تعاقب شخص وتذبه السجن، السجن مو حل يعني، هو بالسجن حيشرب مخدرات على فكره يعني، طبعا مخبى بالسجن اكو مخدرات اشكال. انا كنت في سجن يعني، ولو احنا ما كان شربت مخدرات؟ لا عمي انا رجال صايم مصلي ضرب ركعه. ف يعني بالسجن حيصير يتحول الى مدمن حقيقي. لكن لو يوضعون في مصحات، انا قصدي مو قصدي بس فقط العقوبه، يعني شاب طالب جامعي مستقبلي انت يعني ذبوه بالسجن، شو اللي سويناه احنا؟ يعني ذبوه في مصحات في كذا كذا كذا، ولو احنا ما شاء الله علينا احنا مستشفى ما عندنا، احنا من 2003 يمكن لحد. ليش اشرت انه طالب جامعي؟ اكثر الشباب اللي طلاب جامعيين واولاد عوائل. ايش يتم تداول مثل هكذا مواضيع بمدارس او الجامعات؟ موجوده في كل مكان، في ارقى المدارس، في ارقى موجوده المخدرات في كل المجتمع. وحالات انا محامي اشتغل محامي واشوف يعني طلاب جامعة أكثر الحالات طلاب جامعات طبعا، ولد وحتى بنات. زين هسه ممكن تخفف العقوبة لو شنو؟ مو تخفف يعني ما يخص متعاطي المخدرات. تعاطي هسه ما يحكمه واحد مو سنة. لا إذا قتل أقصد يعني إيه؟ لا لا قصدي أنا شنو قصدي؟ يجب أن يعني يعالج هؤلاء أفضل من العقوبة. يعني يجب أن يوضعون في مصحات مثل ما صارت في الكثير من الحالات في بالعالم، مثل مارادونا وغير مارادونا وكذا. يعني الدولة تسوي مصحات ويقدر يعالجوهم، يعني ترى عملية جدا سهلة وكلش بسيطة. يعني بدل شو يسمون، هم منعوا الخمر والمشروبات والشو يسمونه، قالوا حرام جابوا المخدرات من دول الجوار. يعني ليش منعت شو يسمونه؟ تقصد يعني اكو تعمد؟ هم منو؟ ما هو اصلا منو؟ ما هم اول شيء خلينا نأشرهم، هم منو اللي وراء تجارة المخدرات؟ اكيد حيتان كبيرة طبعا، اكيد حيتان كبيرة وراء المخدرات. هم مو القضية سهلة يعني، يعني مو اني تاجر مخدرات ادري هسه هو احنا الحوت حيتان. احنا لو نقول حوت بحر لو حوت سياسي، لا لا حيتان لي حوت من السعوفنا من السياسة اللي خلينا نطلع من التلفزيون معود نسيت لقونا بالباب يقتلونا الحيتان. هذا الحيتان اللي قاعد يتحرك حتى تدخل المخدرات الى البلد، يعني واي ناس متنفذة وعندها فلوس وعندها سلاح تشتغل بالمخدرات، من مؤكد يعني هذا شيء معروف، يعني انت مو غافل عنك ولا عن السيد اللواء. زين انه اطراف كثيره تتاجر بالسلاح بالمخدرات، وحتى السلاح من جاء على بالي ايضا في السلاح. طبعا هذا شيء معروف يعني، ليش مو طيب. غافل سيد المحنى ارجع لك يعني ربطا بحديث القاضي اشر انه موضوع مهم انه يتم تداول ويعني بيع وشراء هذه المواد شو اسميها العقاقير المخدرات والى اخره في الجامعات او في المدارس. هذا الموضوع اني انفيه وانفيه من باب موضوعي. انا من كنت في جهاز الشرطه المجتمعيه كلفت الجهاز ان يدخل الى المدارس والجامعات وغيرها، ومن خلال يعني قد يكون اشخاص يعني طالب جامعي، لكن انت تسالني هذه الماده هل يتم بيعها وتداولها داخل الحرم الجامعي او في المدارس؟ رغم وجود حالات بسيطه الا انه يعني للحمد لله الحمد ماكو حاله متفشيه في هذا الجانب، لا في المدارس ولا في الجامعات، رغم انه وصلنا الى 3 حالات تحديدا في هذا المسح او الفلتره اللي اجريتها في اي سنه؟ يعني قبل 2 سنين. هسه اليوم شنو الحكي؟ يعني هذا الموضوع يحتاج له تدري بحث، يحتاج له تقصي، يحتاج له يعني جهود علميه. اعتقد هو هذا الموضوع رغم انه انا ما انفي موضوع انتشار المخدرات، لكن فيما يتعلق بقضيه الجامعات والمدارس لا الحمد لله يعني ما زالت هنالك يعني الادارات مسيطره على الوضع. طيب خلينا نرجع لموضوع الجريمه. كثيرا ما نرى من خلال اعترافات تبث لمتورطين إنهم من أصحاب السوابق، أتحدث عن المجرمين القتلة. سؤالي ليش يعودون لارتكاب نفس الجرائم؟ شنو السبب اللي يدفع أنه يعود لارتكاب نفس الجريمة؟ وإذا كان مسجون شلون طلع حتى يرتكب نفس الجريمة مرة ثانية؟ نعم هو الحقيقة المسجون يا أما يحكم بعقوبة يعني ينتهي مدة محكوميته وبالتالي يخرج. الموضوع المهم اللي الآن مثل ما تفضل وتطرق له السيد القاضي أنه أغلب سجون العالم
ليست مخصصة فقط في جانب العقوبة، وإنما هنالك إصلاح لهؤلاء الأشخاص ويعني تمكينهم من أن يعودوا إلى المجتمع. أنا قبل على سبيل المثال أذكر لك حالة فردية، هي بس هاي الحالة الفردية تدل على ما موجود بالمجتمع. أحد الأشخاص مدير مؤسسة، أحد موظفي انسجن بسبب قضية مخدرات، رأسا فصله وبعد ما طلع من السجن ما قبل بعودته وهكذا. أنا قلت له هذا غلط، لأن أنت إذا المجتمع يرفض هذا الشخص راح يتحول إلى الجريمة، يعني لما يشوف عمله فقد كل شيء. يعني السجون هم هي مو قضية إصلاحية، يعني عكس ما هي موجود في كثير من دول العالم. حتى سابقا كانت السجون بها ورش للتأهيل، التأهيل المهني، التأهيل النفسي وغيرها من هذه الأمور. لذلك يعني المفروض هؤلاء يعاملون مثل ما تفضل السيد القاضي، أنه مصحات خاصة قضايا المدمنين. المدمنين طبعا أكو للأسف أنا أعتقد نقص تشريعي أنه ساواهم مع المتهمين، ويعني عكس ما موجود في كثير من دول العالم، المدمن هو ليس مجرم بل هو ضحية، ولذلك يجب أن يعامل على أساس أنه ضحية ويوضع في أماكن مصحات خاصة الآن يفتقدها للأسف البلد. رغم هذا المشكلة اللي إحنا نتحدث عنها مشكلة كبيرة، لكن للأسف لحد الآن ماكو مصحة متخصصة في قضية معالجة المدمنين من ناحية صحية، من ناحية نفسية وهكذا. يعني الموضوع يتعلق بالجانب التشريعي إضافة إلى البنى التحتية الخاصة بهذا الجانب. طيب سيد منير حداد، فيما يخص المجرم القاتل، اليوم احنا وصلنا لمرحلة تتطلب قانون او قوانين جديدة فيما يخص القتلة والمجرمين. لا، هو قانون العقوبات العراق يعني قانون واضح. انا اعيب على القانون، على التشريع، المادة الاشتراك 47 48 49، رأي شخصي يعني. ليش يعني انا مو مشرع ولا يعني بها يعني نوع من المغالاة فيما يتعلق بارتكاب الجريمة، يعني يطلب تعديلات يعني؟ لا ابدا. انا احكي شخصي، انا احكي سالفه قصه. احكي الماده شويه يعني متشدده اكثر من اللازم، مواد الاشتراك قانون العقوبات العراقي. يعني مثلا اثنين شايلين سلاح، واحد ضرب واحد شايل سلاح، والإرادة متجهة ويتعاقب اثنيناتهم يحكمون بالإعدام. يعني أعتقد هاي بيها نوع من المغالاة، لأن المتهم لا يسأل إلا عن فعله، هذا بالقانون. هذا من شيء. يعني خلينا نحكي بموضوع آخر، بما أنه سيد اللواء ممثل سيد وزير الداخلية والناطق الرسمي باسمهم، حقيقة في قضايا التحقيقات خاصة تجريها الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، أكو نوع من يصير نوع من الغبي، نوع من بالنسبة لكثير من المتهمين حقيقة موجودة حالات تعذيب كثيرة في مرحلة التحقيق. طبعا أكو هواي ناس يعترفون، أنا شفت كثير من الناس الأبرياء يعترفون ويعذبون أشد أنواع العذاب. يعني كما كان في زمن صدام حسين يعيبون على صدام حسين، أيضا في الوقت الحاضر أيضا حالات تعذيب كثيرة بالسجون والمعتقلات الموجودة، سواء في قضايا السياسة أو قضايا المدنية. يعني تعذيب كبير. من الممكن، إحنا كنا محكمة حاكمنا نظام صدام حسين، ممكن ما ضربنا واحد راجدي لمدة 8 سنوات حاكمناه. ممكن المحقق أن يحصل على الاعتراف من خلال الأدلة والوثائق والكذا، مو شرط يعلق ويقطع ايده ويكسر رقبته ويفدد بمرته ويهدد بمرته. اشرتهم حالة قطع يد؟ كل شيء اكو، كل شيء اكو اثناء التعذيب، يعلقوه ويكسروه اثناء التحقيق العفو، كل شيء اكو، كل شيء. انا اشوف يوميا بالمحاكم، انا محامي، عندي عشرات القضايا، يعذبون، يضربون، يقتلون، يهينون، ويتكلمون اقسى انواع الكلام حقيقه. هاي يقبلون او ما يقبلون، حتى لو يزعل من السيد اللواء. اي موجود تعذيب. انا ما انفي هذا الموضوع بالمناسبه، لكن بنفس الوقت مرات تحصل فيه مبالغات، والمبالغات لها اسباب. يعني كثير من يعني المتهمين بعد ان يعترف بجريمته
يعني كأنما يتندم ويحاول يدعي أنه تعرض للتعذيب بناء على هذا الاعتراف حتى يريد ينفذ من العقوبة. هاي واحدة من الأسباب. وتأشرت لدينا كثير من الحالات، كثير من الناس جو اشتكى وقالوا تعرض أبنائنا، لكن لما السادة القضاة أرسلوا المتهمين إلى الفحص الطبي غيرها ما تأيدت مثل هذا القضية، رغم أنه أنا عدم يعني ما أنفي هاي الحالة باعتبارها حالة للأسف خاطئة ومن الحالات الموروثة عن النظام السابق. ووزارة الداخلية قطعت أشواط كبيرة جدا في محاربة هذه الظاهرة ونجحت إلى حد ما في يعني ضبط هذه الحالات. جهود وزارة الداخلية وقيادة وزارة الداخلية كثيرة في هذا المجال، هنالك مديريات متخصصة لمراقبة قضايا حقوق الإنسان، زيارات المواقف والسجون، تلقى إخبارات وشكاوى المواطنين و التفاعل معها والتوجه إلى الجهات التحقيقية. كثير من الأمور يعني وزارة الداخلية يعني بذلت جهود في هذا المجال. إذا أشرتم حالة لمنتسب أو ضابط قام بتعذيب شخص متهم، انحكموا كثيرين. لا صحيح، انحكموا. نعم، كثير من الحالات من الضباط انحالوا وانحكموا، بس يتكلم عن التعذيب وما ظهر الدليل. طبعا يعني ما يتفننون بالتعذيب، يعني يحط الكيس برأسه يوصله إلى مرحلة الموت وخليه يعترف بالصمة. لا، هذا موجود اليوم؟ موجود. هذا موجود؟ موجود. كل أنواع التعذيب موجود. وإذا ينفون خليه ينفون. موجود. أكو تعذيب، تعذيب كبير جدا. زين، نقول مثلا يجوز المتهم هاي المرة الثانية أو الثالثة يلقى القبض عليه السارق أو ما شابه. لا. فالمحقق يضطر يستخدم مثل هيك أسلوب وياه. يعني مثلا أضرب مثلا. يخلع كتفه، يعني يعلقه ويخلع كتفه، هو هذا أسلوب يعني. يعني احنا صدام حسين اللي حكم العراق 35 سنه هو وربعه، يعني ما ضربناهم راجدي واحد اللي سببهم قتلوا الملايين، راجدي واحد ما حد انضرب. وبعدين سوونا محكمه امريكيه وايرانيه وصهيونيه. الفيديوهات الموجوده على اليوتيوب كيفيه التحقيق والضرب وين؟ في اليوتيوب موجوده علي على جماعه صدام؟ اي لا ابدا ما ضرب، صحيح ابدا، كل احد ما انضرب. هو محقق قرص صدام حسين، صدام ضربه وش مره 5 أمتار، ماكو حكي ابدا، مو صحيح ابدا، ما حد تعذب بيهم ولا حد انضرب بيهم ولا احد ابدا. هاي كانت المحاكمات، كانت قضيه صارت مثل المسرحيه السياسيه، هم استفادوا من عندها بالعكس، صاروا ابطال قوميين قدام العالم وكذا وكذا. وايضا حتى عمليه الاعدام اللي انا كنت حاضرها لصدام حسين اللي باعوا الفيلم، هذا احد الشخصيات ما شاء الله دون كيشوتيه اللي باع قناه الجزيره بشم فلس وطلعنا طائفيين وطلعنا كذا. ابدا ما كان مو صحيح. نرجع لموضوعنا، فعلا ترتبط عقوبة الإعدام وتطبيقها بالمنظمات الدولية واحتمال اعتراض هاي المنظمات حال تشديد لو لا؟ لا، هم المنظمة العفو الدولية وحقوق الإنسان وكذا تعطي بيانات، حتى في زمن صدام حسين يعطون بيانات، كان في زمن صدام هناك إعدامات كثيرة وكذا وكذا، لكنه مو مفروضة على الدولة، يعني ما كان مو مفروضة على الدولة. يعني أنا أقول لك حقيقة، يستاهل إعدام خلينا نعدم، ماكو مشكلة. ولو أنا ممكن طالب كلية، أنا ممكن طالب كلية، كان جدال في يوم حتى أتذكر، ويسمعوني أصدقائي القضاة اللي هم من دورتي، يعني ما شاء الله من مجلس القضاء كليته من دورتي، فصار جدال مع الدكتور الله يرحمه دكتور سلطان الشاوي، كان يدرس قانون العقوبات بجامعة بغداد، وكانت أحد المتحدثين أنا، كنا يعني شوية شطار يعني، الابنية صارت وزيرة في حكومة عاد علاوي دكتورة، فهي كانت مع الإعدام، أنا كنت شاب، أنا كنت ضد الإعدام حقيقة. أنا ضد يعني ضد الإعدام، يعني شايف معتقل أنا شاب وكذا، وشفت الظلم وشفت آلاف يعدمهم صدام حسين بالمعتقل، يأخذون من عندنا 50 100 100 ويعدمونها مثل يأخذون ما يرجعون. فأنا كنت ضد عملية الانتقام والإعدام دائما وأبدا، يعني مع إنه أنا نفذت. بس أكو حالات تستحق الإعدام يعني. يعني أنا شخصيا ضد، يعني ضد قضية الإعدام. الإعدام يعني يعني ممكن الذبة بالسجن بدل حياة. أنا هذا رأيي شخصي. معليه يعني أنا هذا رأيي شخصي. يعجبني يعني سماع عجبه يعجبه. يعني أنا أذبه بالسجن مدى الحياة، شو أسوي به؟ شو يسوي بالسجن موجود قاعد جوا؟ هيك مجرم آلة قتل هذا. قاتل 2 و3. أي بس أكو شخص قاتل مرة واحدة ويعدموه وينفذون به، هاي المشكلة. يعني أكو شخص مرة واحدة.
قاتل يعني صار عصبي يعني صار عصبي وصار عنده مشكلة. وأكثر القضايا ترى القتل خلي بالك يعني ما عليه بالإرهاب هذا موضوع ثاني ما نتكلم به نتكلم على القتل العادي اللي أنا محامي وعندي عشرات القضايا من هذا أكثر على مود بنية زعلانة ويروحون البيت أهلها ويتلقوهم دول يضربوهم دول بعدين صرفت خطأ يعني بسيط يعني لو يرجع العقل يعني يقول أنا مو عاقل أنا يعني مجنون أنا عندي شو عندي مسدس وعندي حماية وعندي سلاح والله العظيم ما ضرب بيطلق لحد الآن ومرات أطلع بغداد بوحدي يعني أكثر شيء ما أبوج من الشرطة والحماية يمشون يعني بحياتي ما مستخدمه ومرات أخذ أصلا ما يعني هو السلاح هو بليس هو من يشوف الوضع الأمني مستتب الوضع الحمد لله وشكر بجهود الأخوة والأجهزة الأمنية الوضع الأمني يعني شيء على شيء الوضع الأمني أفضل من السنوات طبعا ممتاز حقيقة تقدر تمشي براحتك ببغداد تطلع طب مطعم تأكل تأخر بالليل أي طبعا تسهر تطلع برا كذا طيب. أي يعني المصيبة انه اكثر اللي يرتكبون الجرائم اكثر من 90% خلينا نقول مو مجرمين يعني عندهم عود وكذا ابدا يعني قضايا عائليه على مود بنيه طبوا عليهم ظلوا ضربوا وبعدين الحكم اعدام وينشنق يعني سياده اللواء هناك جرائم بشعه لا يجري الاهتمام بها الا ان تتحول قضيه راي عام او ما شابه يعني عبر السوشيال ميديا مثل هاي البنت المسكينة مريم وتشويه وجهها بالتزاب هذا ليش يحدث ألقي القبض على منفذ هذه شو أسميها هاي أكبر من جريمة اللي شوه وجه هذه الفتاة المسكينة حققتوا إياه وين وصل الحديث صحيح أنه هو متقدم لها وهي رافضة وسوى هيك فعل يعني تصرف هيك تصرف هاي جرائم هواي قاعد تصير عندنا هذا هسه والله مثلا هاي نقول صارت رأي عام عبر السوشيال ميديا جزء أكو مثلها وأكبر وأكثر بس ما صار رأي عام عبر السوشيال ميديا وما ندري بيها هو القضايا العنف اليوم أكو تكلمنا بها قبل قليل أكو في تصاعد بالمجتمع يعني عنف بكل شيء عنف حتى احنا الناس العاديين هم عندنا مستويات العنف اذا ما يقيسونه ويقارنونه في اوروبا وكذا يشوفونه اعلى يعني العنف حتى في اغانينا نشوف مفرداتنا قويه مو مثل بقيه البلدان لا جديات هذا يعني يفترض يتناولوه علماء النفس والباحثين في هذا رجال الدين لذلك نعم عندنا معدلات عنف عاليه جدا يعني شنو السبب راح تقدم لها ومن نطاه يروح يعني يسكب عليها مادة التيزاب شنو هالعنف هذا اللي بداخلك يعني شنو اللي يستوجب هذا الفعل وكثير مثل ما تفضل السيد القاضي قضايا نشوفها مثلا تحدث فيها نزاع على فت قضية بسيطة يروحون على أثر 3-4 قتلى وجرحى نتيجة سبب طفل متعارك ويا طفل وهكذا هؤلاء الجيران اللي صار لهم عشرات السنين متجاورين لسبب بسيط استخدموا البنادق واستخدموا الأسلحة واستخدموا الكذا احنا راح نرجع لنفس السؤال القانون ما يخوف لا بالعكس شوف دولة أكثرهم اللي ارتكبوا جرائم الآن هم في السجن ترى السجون الآن بها أعداد كبيرة جدا من المتهمين اليوم حتى دولة الدقة العشائرية اللي يضرب طلقات هيك بالهواء هذا يحاكم وفق مواد الإرهاب وفي عشرات ألقي القبض عليهم وعشرات حكموا بأحكام طويلة 6 سنين وسبع سنين وتسع سنين انحكموا على هاي القضية لكن يعني ما قاعد تقل مثلا هذه القضية قد ما أنت تكون يعني تتخذ إجراءات حازمة للأسف أكو نوع من التمرد لدى شخصية العراقي خاصة الأجيال الجديدة والكذا لعل هذا أحد أسبابها السوشيال ميديا هذا الانفتاح الثقافي هذه القضايا قد تكون اختلال في منظومة القيم هم هذه واحدة من الأسباب اللي يعني تقف وراء هذا الموضوع سيادة اللواء يعني شاب يروح يدخل لبيت مو بيته ويطب على البنية وهي نايمة ويذب هاي المادة مادة التيزاب ويحرق وجهها فيلم رعب مو شيء اعتيادي بصراحة مو واعي ما أخذ واعي وطالب يدرس يعني إذا تريد تقول مختل عقليا تقول سوي هو سوي طالب ويدرس لكن تحتار أوكي الأمراض النفسية تتفاوت لكن
أشرتم مثل هكذا مشاكل بالساحة العراقية؟ بس ما معلنا نقول بصراحة سيادة اللواء، أنت صريح، لو هذه المرة الأولى اللي تأشر مثل هيك مشكلة. هو اللي ما معلن أكثر بكثير من المعلن. الله. نعم، هنالك حالات، يعني إذا أذكر لك حالات من الشناعة والعنف الشديد، يعني كمثال أنه أحد الأشخاص ألقي القبض عليه بعد أن تقدمت وحدة واشتكت عليه قضية ابتزاز إلكتروني، ولكن هذه القضية ينفذها شخص مصاب بعقدة، يعني يسموها، يحب يشوف الضحية تتعذب أمامه وهكذا، طلب منها تقطع أصبعها أمامه بال يعني بالمباشر، البث المباشر، حتى يتركها، وبقى يبتزها إلى أن جرب كل أنواع التعذيب بها. قطعة أصبعها؟ قطعة أصبعها، نعم. قطعة أصبعها؟ قطعة أصبعها. حتى لا يعني حتى لا يفضحها أمام أهلها. قطعة أصبعها قدامه بالكاميرا. قدامه. الأسوأ من هذا حينما ألقي القبض عليه وجردت المحتويات الموبايل، وجدوا أنه فتاة في إحدى المحافظات أيضا ابتزها، ونهاية الابتزاز طلب منها أن تنتحر، قالها جيب البندقية مال تبوك وخليها بهذا الوضع، وأيضا بالكاميرا موجود في موبايل التصوير، والآن روحي على الزنات سحب أقسام وأطلقي، وطلقت. لما راحوا الشرطة ووصلوا إلى المكان المقصود، وجدوا أنه الحالة صحيحة ومسجلة انتحار، بينما هو يقف خلفها هذا الشخص. إحنا الحقيقة عندنا مستويات من يعني القضايا اللي ما كانت سابقا بالمجتمع العراقي، هذا اللي يتميز بالبساطة يعني والقيم وهذه القضايا. لذلك إحنا الآن نشهد نوع من الجرائم لم تكن سابقا موجودة، كالآباء اللي يقتلون أبنائهم، الأم اللي تقتل أولادها، هذه أيضا حالات جديدة على منظومة القيم والمجتمع العراقي. مع الأسف بصراحة سيادتي، يعني موضوع صادم. أنا أعتقد أنه التكييف القانوني بالنسبة لهذه القضية هي جريمة قتل، مو ابتزاز الكتروني اللي انتحرت بالكلاشينكوف، جريمة قتل. انتحرت هذا يقول لي قص أصبعيك، يعني فيلم رعب، فيلم أجنبي تشوفه على أحد المواقع الأجنبية يعني. طيب سيادة القاضي، الحديث إلك، هذه شلون تحل؟ هذه شلون يسيطر عليها مثلا؟ هذه شلون نقدر نوقفها، نحد من عدها؟ هسه احنا السيد اللواء متفضل أطلعنا على مثلين، ضربنا مثلين أو حكينا حدثين، الله أعلم يجوز أكو أمور حتى هو الرجل ما يقدر يتحدث بيها. أكل كثير من هاي الشخصيات. أنا في بداية السؤال قلت السوشيال ميديا خلى البنت هذه المسكينة أميرة تصير رأي عام، وعرف الموضوع وأعلن الموضوع. طيب ما معلن شنو الرجل حكي؟ أنا شفت أحد الشخصيات مثل هذا الشخص، يعني سبب في طلاق عدة بنات، يعني شابات كثير من البنات مبتزهن. أنا شفت يعني أكثر من شخصية بالمحاكم نشوفهم يعني كذا، يعني دمر عوائل، دمر بيوت يعني، وابتز الكثير من الناس، بعدين ألقي عليه من قبل جهاز المخابرات وكذا وحوكم. عجيب. طيب خلينا نرجع لك سيادة اللواء، يعني والله ما أعرف شو أحكي على هالحالتين اللي حكيتهن، يعني أنا مصدوم، ما جاي أتقبل الفكرة والصورة بصراحة. لا حول الله. سيادة اللواء، طريقة القضاء على مثل هكذا أمور، من تجون تحققون ويا هذا المجرم أو هذا المعنف، أو تسأل المعنف شنو تكون الأسباب، يعني ليش؟ يعني هسه احنا نسمع الكثير من الأمور، المجتمع رايح إلى وين؟ هذا العراق يا سيادة اللواء، هذا مجتمع العراق، المجتمع المسالم، عراق السلام، بغداد السلام، اللي قاعد نشوفه شيء عجيب غريب. نعم، هو الحقيقة يعني إذا نتكلم عن الواقع والأسباب تكلمنا عليها قبل قليل، هي اللي طريقة الحد. أنا أقصد الحد. نعم. طريقة الحد من هذه المواضيع، يعني هو الحد يحتاج، يعني أولا الشرطة هي قائمة بواجباتها، يعني خاصة اليوم إذا يكون هنالك تعاون من قبل
المواطن مع رجال الشرطة، وخاصة في كثير من الحالة الابتزاز الإلكتروني غيرها، يبادر الشخص مباشرة والإبلاغ عن الحالة. حتى في حالات الاشتباه، أنا بمنطقتي أشتبه بواحد يبيع مخدرات، مو هذا خطر، يجوز ابنك راح يكون. وفعلا كثير من أبناء العوائل تفاجأوا أنه أولادهم يتناولون المخدرات وهم ما يدرون. لذلك يعني المواطن عليه أن يبلغ عن هذا الخطأ، يقوم بدور وعمل رجل الأمن من موقعه. بالضبط. طيب خلينا نحتاج المجتمع يفعل ويكون المجتمع كل رجال شرطة. نتحدث عن حالات الانتحار. حالات الانتحار أيضا في ازدياد، إذا كانت عندك إحصائية أو أرقام. نعم، يعني أنا أذكر لك على عجالة نسب الارتفاع. طبعا من عام 2016 كانت 393 حالة، عام 2017 462، عام 18 530، عام 2019 605، وعام 2020 663، وعام 21 اللي الآن لحد الآن ما منتهي لحد يوم 15 772 حالة. طبعا العام 16 بالنسبة لوزارة الداخلية وضعت دراسة علمية بحثية بهذا المجال، كان شهر نيسان سنة 16 هو اللي حصلت به أكثر الحوادث، وأيضا شهر نيسان بالعام 2017، وعام 2018 كان شهر آب، وعام 2019 أيضا كان شهر نيسان أكثر الحالات اللي حصلت به، وسنة 20 تشرين الأول أقل من 20 سنة كانت نسبتهم 32% و6 بالعشرة، بين 20 إلى 30 سنة أعمار 32%، نسبة الذكور من بين المنتحرين 55% و9 بالعشرة، والأناث 44% و8 بالعشرة. الأعزب 55%، ويعني المتزوج كانت نسبة 40%، اللي هم تحت الابتدائية كانت النسبة 62%. أي محافظة أكثر بحالات الانتحار سيادة الوزير؟ بغداد، تليها ذي قار. بغداد ثم الناصرية. أي، وآخر محافظة يعني هي الأنبار. الأسباب اللي تدفع الانتحار أسباب واقعية؟ يعني هنالك أسباب نفسية، قسم منها ضغوط نفسية، وأشرت لدينا 36% و22%، اضطراب نفسي 34.64%. هذه على المستوى الأسباب النفسية. هنالك أسباب أسرية، مشاحنات، تفكك أسري، عنف أسري وغيرها. أيضا قضية الاقتصادية، يعني تأشرت لدينا اليوم أغلب المنتحرين يعني يا أما بشكل مباشر الفقر والبطالة، يا أما بشكل غير مباشر، يعني لما نقول إحنا العنف العائلي الكذا، أيضا إذا تجي للواقع وترجع إلى أسبابها تشوف جزء منها أسبابها يتعلق بالجانب المعيشي والمادي. بالعودة الحديث إلى الجريمة سيد منير حداد، تحولت الجريمة كأنها ثقافة سائدة بالمجتمع للأسف. هل يمكن للقانون الحازم والصارم أن يحد ويقلل من هذه الممارسة، الجريمة أقصد؟ طبعا والقانون هو أولا وأخيرا، والقضاء هو أولا وأخيرا، هو اللي يعالج مشكلة الجريمة. يعني الجريمة والعقوبة، وطبعا العقوبة هي ردع لكل مجرم، لكن أيضا نبحث في الأسباب. يعني هم نبحث في الأسباب، يعني شنو السبب؟ سبب جرائم القتل مثلا، وجود سلاح منفلت، وجود هذه العشائريات اللي تحدث عنها سيد اللواء، اللي سبب بسيط يروحون ياخذون رشاشات ويجون على العالم ويضربون الناس عام شام ويقتلون البشر لأي سبب كان، لأي يعني لسبب بسيط ينقتل 6، 7، و10 أشخاص لسبب تافه ما يسوى. يعني بعدين أهم شغلة هو ضعف الإيمان. حالات الانتحار يحكي عليها السيد اللواء، اللي عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى وإيمان بأي شيء، عفنا من خاف يقول له ينظر، عنده إيمان بالله مستحيل ينتحر. يعني اللي عنده إيمان بالآخرة وكذا، وما نقول يصلي، عفنا من الصلاة. ذكرت كل الأسباب سيد منير حداد، أكو علاقة بين تصاعد مستوى الجريمة والانتحار والمخدرات، وتحدثنا عن هذه التفاصيل كلها، ربطناها بالعامل النفسي، ربطناها بالعامل الاقتصادي وعدم وجود عمل بطالة وإلى آخره، المشاكل الأسرية والكثير من المشاكل. هذه لها علاقة بتصاعد مستويات الجريمة والانتحار، لها علاقة
الواقع السياسي بسبب عدم الاستقرار السياسي طبعاً تولد مثل هكذا. هو أحد أسباب الفقر هو وجود الحكومات اللي يعني سعر النفط بالميزانية 40-45 وصل إلى 80-85 والشعب ميت من الجوع. الشعب نسبة الفقر زادت إلى صعدت إلى أعلى المستويات. ليش تزيد نسبة الفقر؟ هاي المليارات اللي قاعد تجي للدولة كوارد. يعني مو شرط تعينون الناس أخي العزيز، أكو أبواب كثيرة لأن نقدر يعني نقضي على الحالات الاقتصادية وحالات الفقر. يعني هناك حلول كثيرة جدا، فتح المصانع، مزارع جماعية، طيب. كذا مو شرط ياهل يجي كل الناس تعين تريد تصير شرطي وتصير ضابط واللي تصير قاضي. أنا كل أنا واحد من الناس، أنا أشتغل بالعمل الحر، أنا رجال طيب. محامي. سيادة اللواء سؤال أخير، اليوم إحنا بنهاية العام ونهاية عمر الحكومة، كيف يمكن تقييم في ظل اللي تحدثنا عنه كله إلى علاقة بوزارة الداخلية طبعا أكيد القضاء أيضا، في ظل يعني كيف يمكن تقييم أداء وزارة الداخلية؟ هل تعتقد أنه أداء السيد وزير الداخلية كما كان أداء اللي قبله، لو أنه يختلف نوعا ما على اعتبار هو رجل عسكري أكثر ما هو ابن الداخلية نقدر نقول؟ هو الحقيقة هذا السؤال يطرح كثيرا على اعتبار أنه السيد الوزير جاء عن خلفية عسكرية بعجالة وبدقيقتين إذا سمحت لي. السيد وزير الداخلية أمضى نصف خدمته أو أكثر في الرتب القيادية في مجال الأمن حينما كان قائد عمليات الفرات وأشرف على وضع اللبنات الأساسية لمديريات الشرطة اللي الآن استلمت الملف الأمني، وهذا دليل على نجاحه في تلك الحقبة. الأمر الآخر، اليوم وزارة الداخلية ليست كالسابق كلها مجرد مديريات شرطة، الآن لدينا قوات عسكرية، الحدود، قيادة حرس الحدود، لدينا الشرطة الاتحادية قيادة كبيرة بها فرق عسكرية، الشرطة الطوارئ، شرطة الطاقة، كل هذه أجهزة عسكرية. لذلك أعتقد يحتاج شخص يتمتع بالصفتين، وهو ما موجود بالسيد الوزير الآن، الصفة العسكرية والصفة صفة الأمن. سيد خالد المحنى، اللواء خالد المحنى المتحدث باسم وزارة الداخلية، شكرا جزيلا لتواجدك ويانا في حلقة اليوم. سيد منير حداد، محامي ومستشار قانوني، شكرا جزيلا لك. بس أضيف له باختصار أن السيد الوزير اللي أنا ملتقي بحياتي كلها يتمتع بسمعة جيدة وسيرة حسنة حقيقة، الحمد لله، من ناحية النزاهة والمهنة. جيد جدا، أنا أشكرك مرة ثانية، شكرا سيادة اللواء أيضا، شكرا لكم مشاهدينا الأكارم لحسن الإصغاء والمشاهدة، إلى اللقاء.